عندما كنا صغارا كنا نعتقد أن الآخرين مثلنا، اهتماماتهم كاهتماماتنا، لكن عندما كبرنا أصبحنا ندرك الفروقات بين الناس. فما يثير حماسنا قد لا ينال أي اهتمام من قبل الآخرين. قد نجد شخصا قادرا على تحمل المسؤولية بينما يميل آخر إلى الراحة والكسل. قد تصادف في حياتك شخصا واقعيا يهتم بالحقائق والأشياء الواضحة القابلة للقياس وينظر إلى الأمور بإيجابية، وقد تصادف شخصية خيالية ينشغل صاحبها بالتفكير بالمستقبل ويهتم بالانطباعات والمعاني والأفكار. قد نجد شخصا صارما ينظم أموره ويديرها بدقة، عقلاني يتفاعل مع الآخرين بإيجابية ومنطقية، لا يحب الكلام الكثير بل المختصر المفيد. هناك أيضا الشخصية المرنة التي يحب صاحبها العلاقات الاجتماعية، نجده متساهلا يحب الأنشطة الحركية، يتفهم الأمور ويتصف بأنه مستمع جيد للآخر. إذا نحن نصادف في حياتنا أنماطا متعددة لشخصيات مختلفة، قد نقول عن أحدهم أنه شخصية للدلالة على جمال شكله الخارجي أو على سرعته وحزمه في اتخاذ القرارات المناسبة أو لنشير إلى قدرته الخطابية العالية. فما المقصود بالشخصية؟ تعرف الشخصية بأنها مجموعة الصفات التي تميز فردا عن غيره. إنها تنظيم ديناميكي لكل نظم الفرد النفسية والجسمية التي تحدد أسلوبه الفريد في التوافق مع بيئته. لقد حظيت الشخصية الإنسانية والعوامل المؤثرة في تكوينها بمكانة هامة في الدراسات النفسية والميادين التربوية والاجتماعية، انطلاقا من ضرورة تعرف طبيعة هذه الشخصية وإيجاد الطرائق المناسبة للتعامل معها وتفعيلها لكي تؤدي مهامها الاجتماعية بالشكل المطلوب. وقد حاول المفكرون عبر التاريخ دراسة الشخصية الإنسانية وقدموا عدة نظريات حولها بهدف مساعدة الفرد على فهم ذاته والعالم من حوله ولتفسير التغييرات التي تصيب الشخصية عبر الزمان والمكان. أولى وأقدم النظريات التي حاولت فهم الشخصية هي نظرية العالم اليوناني أبوقراط الملقب أبي الطب. ولد أبوقراط في عام 460 قبل الميلاد في جزيرة كوس اليونانية، وميز بين أربعة أنماط للشخصية تعود إلى الأمزجة الأربعة: الدم والصفراء والسوداء والبلغم، وتقابل العناصر الأربعة: الهواء والنار والتراب والماء، وهي: المزاج الأول هو المزاج الدموي، يقابله عنصر الهواء ويتميز صاحبه بالنشاط والتفاؤل ويهوى المرح وهو سريع الاستجابة لما يدور حوله من أحداث. المزاج الثاني وهو الصفراوي، يقابله عنصر النار ويتميز صاحبه بسرعة الانفعال والغضب وحدة المزاج. المزاج الثالث وهو السوداوي، يقابله عنصر التراب ويتميز بالانطواء والتشاؤم والميل إلى الهدوء والحزن والاكتئاب، ويمتلك قدرة متميزة على تحليل الأمور والأفكار. المزاج الرابع وهو البلغمي أو الليمفاوي، يقابله عنصر الماء ويتميز صاحبه بأنه خامل وقليل الانفعال والحركة وذو شخصية مسالمة. أما النظرية الثانية فهي نظرية التحليل النفسي التي قدمها عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد. يقول فرويد: إن الكائن البشري الصغير ينتهي تكوينه غالبا في السنة الرابعة أو الخامسة من عمره، ثم يفصح تدريجيا عن الكائن الخبئ في نفسه خلال السنوات الآتية من حياته. ويكمن أصل الشخصية في نظرية فرويد في التفاعل النفسي الديناميكي لقوى ثلاث هي الهو والأنا والأنا الأعلى التي تشكل مكونات الشخصية. المكون الأول الهو، والمقصود به مجموعة الدوافع الفطرية، ويمثل الجانب اللاشعوري في النفس البشرية
بمعنى أننا لا نشعر بما فيه من دوافع، فهو يموج بالرغبات والغرائز التي تتطلب الإشباع. إنه الجانب الذي يطلب اللذة ويتجنب الألم ولا يراعي المنطق والأخلاق والواقع. المكون الثاني وهو الأنا الأعلى يمثل الجانب الأخلاقي في شخصيتنا الذي ينمو ويتطور بطريقة لا شعورية مع عمليات التربية الاجتماعية التي تحدد ما تعده صحيحا ومسموحا وتكافئ على الالتزام به، كما تحدد ما تعده خاطئا وممنوعا وتعاقب على فعله. إنه يعمل وفق مبادئ ومفاهيم أخلاقية خارجية مكتسبة كالحلال والعدل والخير، والتي تتحول لشعوريا إلى رقيب داخلي يصارع رغبات الهوى. إنه السلطة الداخلية التي تعمل بصفة الرقيب النفسي أو الضمير ويحاول إيقاف اندفاع رغبات الهوى، ويحكم على أخطائنا ويؤنبنا على تجاوزاتنا. المكون الثالث هو الأنا، ويمثل الجانب الشعوري من النفس البشرية وحلقة الاتصال بالعالم الخارجي، وهو يحاول أن يخلق توازنا بين رغبات الهوى من جهة وبين القيم الأخلاقية للأنا الأعلى من جهة أخرى. وقد يعاني الأنا من صراع نفسي أثناء محاولته التوفيق بين غرائز الهوى بطريقة حضارية لا تخالف القيم والمبادئ التي شكلت الأنا الأعلى، فالأنا يقع بين مطرقة الغرائز المكبوتة وسندان الضمير. فعندما يشتد جوع الإنسان تطالبه الهوى ممثلة بغريزة البقاء بتناول الطعام المتوفر له حتى لو كان نيئا، وهذا ما ترفضه الأنا الأعلى التي تراعي القيم الدينية والأخلاقية. يقول فرويد: العقل أشبه بجبل ثلج يطفو وسبع حجمه ظاهر أعلى سطح الماء. أما النظرية الأكثر انتشاراً وقابلية للتطبيق في علم النفس المعاصر فهي نظرية السمات، التي تتضمن 5 عوامل تصف الشخصية وصفاً دقيقاً. العامل الأول: العصابية. يتصف الأفراد العصابيون بعدم الاستقرار العاطفي وعدم الرضا عن حياتهم وصعوبة التكيف مع متطلباتها وبانخفاض احترام الذات، كما أنهم أقل قدرة على التعامل مع الضغوط المرهقة في البيت أو العمل، وأقل عقلانية في ردود أفعالهم واندفاعاتهم. ويوصف الشخص العصابي بانفعالاته السلبية كالغضب والارتباك، وهو شخص يميل إلى الحزن والتشاؤم. ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل العصابية في القلق والغضب والعدائية والاكتئاب والاندفاع. العامل الثاني وهو عامل الانبساطية. يتسم الشخص الانبساطي بأنه شخص محب للاختلاط، يتوافق مع الوسط الاجتماعي المحيط به، بعيد كل البعد عن الأنانية، إذ يوجه اهتماماته إلى خارج الذات ويحب العمل مع الآخرين ويحترم التقاليد والأنظمة. إنه شخص لبق متفائل ومبتهج، يستجيب للنكتة ومستمتع في حياته. ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل الانبساطية في المودة الاجتماعية وتأكيد الذات والنشاط والانفعالات الإيجابية. العامل الثالث في نظرية السمات هو عامل التقبل. يرتبط هذا العامل بعلاقات الفرد الشخصية التي تقوم على التسامح والتعاون وتفهم واحترام أصدقائه وزملائه. ويتسم الشخص المتقبل لذاته وللآخرين بثقته بنفسه وقدرته على مواجهة مشاكل وضغوط الحياة. ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل التقبل في الثقة والاستقامة والإيثار والقبول والتواضع واعتدال الرأي. أما العامل الرابع فهو عامل الانفتاح. يتصف المنفتحون بأنهم فضوليون فكرياً، يطرحون أسئلة جديدة وغير مألوفة. إنهم متذوقون للفن وحساسون للجمال، كما يميلون إلى التفكير والتصرف باستقلالية دون قيود،
هذه السمات نجدها عند أغلب الفلاسفة والعلماء والفنانين الذين يتمتعون بقدرات تخيلية وإبداعية عالية. ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل الانفتاح في الخيال والابتكار العقلي. العامل الخامس والأخير لنظرية السمات هو التفاني. هذا العامل يتضمن ما يعرف بالحاجة للإنجاز، فالأفراد المتفانون يبتعدون عن المشاكل ويحققون مستويات عالية من النجاح عبر التخطيط الهدف والعمل المتواصل. ينظر إليهم الناس نظرة إيجابية، فهم قادرين على نيل ثقة الوسط المحيط بهم. ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل التفاني في الكفاءة والتنظيم والالتزام بالواجبات وضبط الذات والتأني. وختاما يمكن القول إن الشخصية هي كل ما يبديه الشخص في أساليب تعامله مع الآخرين، وتشمل مكوناته المعرفية والوجدانية والخلقية المتكاملة. فكلمة شخصية تعني ببساطة كما يرى واندرسمان طرق وأساليب الشخص ليكون شخصا. وأن يكون شخصا يعني تعرفه العالم من حوله وطريقة تصرفه مع هذا العالم بصورة إيجابية.